في استغاثات يا دكتور إيهاب بتوصل لنا الحقيقة، في حاجات ما زالت اغتصابات الأرض دي حاجة، لكن في كمان أنا وقفت عند حالة إنسانية، يعني إنه اتقبض على 2 من الأقباط في أحداث الغردقة من يوم 8 أغسطس ولغاية النهاردة محبوسين، وكانت كتب عنهم يوم 9/9 في جريدة الأخبار الخبر إن هم صرخوا وهم في القفص بيقولوا إحنا أقباط، إحنا مسيحيين، أنتوا قابضين علينا ليه؟ ولغاية دلوقتي محبوسين. وإحنا معانا أعتقد والد الأستاذ محسن، والد مينا؟ معانا مين معلش؟ أستاذ محسن والد مينا، أهلا بيك أستاذ محسن. أهلا طيب وسهلا يا فندم. إحنا عايزين أستاذ محسن بيردوا عليكم ويقولوا لكم إيه، إن أنتوا اللي أنا فهمته إن الحبس الاحتياطي خلص وإن أنتوا ما زلتوا ابنك وشاب تاني مسيحي محتجزين، يعني إيه تهمهم؟ إيه الإثبات اللي عليهم؟ الإثبات اللي عليهم يا فندم إن هم بيقولوا مكسر منشآت عامة، حيازة سلاح بدون ترخيص. هو وزميله فادي عفت، يعني هو مينا، مينا اللي محسن وفادي عفت. واو فادي عفت، اي فوكيل النيابه النائب العام بتاع استئناف جنح سيادتك زندن بيقول ان انا ما اقدرش، ما رضيش ياشر على الاستئناف، بيقول ان عشان دواعي علمية ان الاولاد مش موجودين في سجن الغردقه وهم في سجن زمن العمومي موجودين. فاحنا مش عارفين نعمل ايه، يعني هو ليهم 3 شهور ونص دلوقتي واحنا مش عارفين التجديد ده هيخلص امتى. المحامي قال لي ده بعد قانون الطوارئ ما يتشال هيمضي عن الاستئناف، ومش عارفين احنا نعمل ايه. يعني هم كانوا بالصدفة وقتها، كانوا ليه يعني، كانوا في الشارع وراجعين من شغلهم وقت ما اتقبض عليهم؟ هم شغالين سيادتك في السعودة في بازار، وراجعين الشغل الساعة 5:30 6 المغرب، فالسكن بتاع الشغل جنب الكنيسة اللي هي المحكمة اللي كان فيها الضغط. فهم مسكوا الإخوان بيجروا، مسكوا الإخوان ومسكوا مينا وفادي عفت مسكة عشوائي. فالمحامي بيخش بيقول يا فندم دول مسحين مالهمش في الشغف. قال له مال يزيد مرابع العدوية فيها مسحين. احنا مش عارفين يا فندم احنا نعمل ايه. طيب دكتور إيهاب معانا دلوقتي، دكتور إيهاب رمزي. دكتور حضرتك سمعت عن القضية دي من بعيد أو من قريب، أو إنه دلوقتي يعني الوضع كده إيه في القبض على مينا وفادي؟ أولا أنا أول مرة أسمع عن هذا الأمر، حتى الجرايد ما كتبتش وما كتبش جريدة عنه، الأخبار بس يوم لكن أنا 9/9 كان خبر كده صغير إن 2 المسيحيين في القفص بيصرخوا بيقولوا إحنا مسيحيين ملناش ذنب في الموضوع ده. الحقيقة ما عنديش فكرة، هو أنا ما كنتش سامع صوته وهو بيتكلم، لكن كل اللي أنا بقوله لك إن هو اديله نمرتي وأنا يبعت لي صورة المحضر وانا ابص فيها وازاي انا اقدر اساعده في الموضوع ده كمان نواحي قانونيه. تمام. اقدر اساعده في الموضوع ده، وفي نفس الوقت نعرض برضه الموقف على الامن، يعني نعرض اسمائهم على الامن ونشوف، يعني لحسن يكون الامن يكون يعني ليه فكر تاني، ونناقش يعني نناقش مع الامن في الموضوع ده، يعني تمام. المساله برضه الامور دي ماشيه امنيه اكتر.